البنات، السلام عليكم. كي داير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. البنات، كما وعدتكم بالبيسات اللي كنا خدمناهم، كما قلت لكم غادي نديهم على الخياط من غنسالي، غادي نصوروا. وها هو الحمد لله، ها هو وجد، هو كما وعدتكم، ها هو الشكل ديالو. هذا قفطان مبرة في الكحل، مخدوم بالقادوس الطويل وبزمرد وبالحجيره تاع كبار. هانتوما هكا. بالنسبه للسفيفه، راه دايره بالسفيفه طفيره رقيقه، ودايره له كابلي داخلها في السقلي والكحل. المهم هذا هو الشكل ديالو، ها كيفاش جات بجوج جهات هكا. هذا درناه من الكتف وهودناه، ها كيفاش جات. حيت دابا الكاميرا ملي كنكبروا التليفون ما كيجيش تصور زوين هكا. هودا كنهودو شويه وكنديرو واحد الشوش من هادو، عاد كنديرو ثلاثه لاصقين هاك، عاود نفس الطريقه هاكا حتى كنديرو لتحت. شتو كيفاش جات؟ المهم كيما جهه اليمين جهه اليسار هاك، هاك كيفاش هاودا حتى لتحت. شتو؟ وبالنسبه للكمام حتى هي نفس الطريقه. المهم انا البنات وعدتكم، قلت لكم غادي نكمل يوجدوا، غادي نصوروا لكم هكا الكمامه. صراحه خصني شي حد يلبسوه ماشي مونيكا، باش بقى تدور بلا ما ندور انا. المهم ها كيفاش جات هكا حتى كتوصل لتحت. وبالنسبه للظهر، راه الظهر حتى هي درنا لها وحده هكا وجبنا لها جوج، ولكن من هنايا الجناب بحال القداميه درنا لها بحال القدم، ولكن هودناها كامله هي بهذه الطريقه هذه هاك. شتو؟ من جوج جهات، حيت انا قبضتها البنات باش تبان لكم، قبضتها هنايا باش تبان لكم الفورمه. ودي واش الروينه، راني مرونه. المهم هذا هو الشكل ديالو البنات، كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وبصحة مولاتها، بالصحة والراحة، تلبسها بالصحة والسلامة إن شاء الله. يلا تهلاو ليا في راسكم.